السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم تربيه الكتاكيت والسمان. حنا عند الاخ ديالنا دريس مدينه تفلت كيف ما كتشوفوا ما شاء الله. انا داخل العنبر ديالو نصور لكم ان شاء الله البيبيات اللي كاينين هنا وعند الدجاج البلدي كذلك. ها هو العنبر كيفاش خادمو ما شاء الله. وهنايا فين كيبيتو غنقرب الكاميرا باش تشوف. هانتوما كيبيتو لداخل. وهنا الاخوان كيخرجوا الشميشه. هنا يدير البلدي راه داخل دابا. شوفوا هنايا البيبي ما شاء الله. ها هو البيبي خيرات الله ما شاء الله. ها انتم كيف ما كتشوفوا الله مبارك. وحافظين الصوت ديالك السي دريس كيتجاوبوا معاك. الله مبارك الله يسخر لي فهاد السلعه. حوار بين السي دريس والبيبي ديالو مابقاش باغي يجاوبك تقلقوا. الله مبارك الله يسخر. وهنا فين تي بيتو ياك السي دريس انا كيبيتو. هانتوما دار الميكا ودار القصب هاهي من هاد الشيء. هنايا فين تي بيتو راه داير اليوم الميكا لا صبات الشتا ولا شي حاجه. والعنبر عاوتاني بحال الاخر ديال الدجاج حتى هو الشبكه باش ما يخرجوش حيت دابا كاين تيح الناس كيحرتوا هذا كيسدوا على هاد الدجاج ديالهم. ها نشوفوا الداخل ديال العنبر هكا داير. الله مبارك شوفوا كبير تبارك الله. مازال هاد الجي عاوتاني فيهم ها واحد البيضه هي هنا هذيك السي دريس. بسم الله انا قلت هذا الا كان كل يوم يصدق لي ولا لي نقسم هذا على جوج ونخليه هنا الا ما كانش غادي جوج بيضات اخرى. الصباح جمعتي البيض ياك ها هو فين تيخزن البيض ديالو. الله مبارك وغادي نحطو دابا ان شاء الله. ان شاء الله في القاصه ان شاء الله. جمعتي شي حاجه اخرى ولا غير هذا غتحط غير هذا؟ لا كاين كاين اه. ايوا الله يسخر لك السي هذاك اللي خلي له هذا العنبر. يلا الاخوان تبارك الله عليكم. هانتوما الاخوان هنايا دار الدواء نعطيكم بالضبط شمن دواء دار. هذا سميتو النينجا 2000 هو باين النينجا 2000 هو باش خدام السيد. دار جوج قراي دارهم في 30 لتر. هنا كان عنده مشكل ديال البرغوت يعني كرفصو بزاف. ملي جاب هاد الدواء راه عطى المفعول ديالو ودابا نقص البرغوت نقص واحد الوتيره كبيره ودابا غادي يعاود عاوتاني. حيت كنت يدير كانوا تيقولوا ليه دير غلاقه جوج ثلاثه بقى كيسول تيسول في الاخر قال له واحد 15 يطرو دير فيها ديرها كامله ودارها ورش بها الدجاج والحمد لله يعني الامور مزيانه حتى حاجه ما تأدت له من الدجاج. ودابا عاوتاني هاد النهار هذا راه لقيتو غيعاود الدواء قال لك راه خدم له مزيان قال لك غادي نعاودو المره الثانيه ودار هنا 30 لتر ودار معاه هاد النينجا هذا. وحنا غادي نشوفو العمليه ديال الرش كيفاش غتكون. خليكم معايا. هو الموطور هو هذا جابو الموطور دا هو التيو. كاين مشكل ديال ليسانس ماركو باش كل حاجه ما نس
كنبغي النص باش مواش واش تنص مواش واش تنص هاك وبو لا فيه ليه فيه صاي بارك ايبر كوش حليه كل غير يطرش يديو يختار قدي ماري سير الله سير الله هو الجراف ايش فيه هذاك ديرها شوف هذاك البوطه ولا كيتسمع هذاك الصوت ها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 
هما تيداو الدجاج. شوف اسمه محمد خليهم عاد يقول لي حوزهم وكو اعطيهم عاوتين يقول لي عاوتين يعاودهم اجمعهم لي يبقى اجمعهم لي يبقى الراس الراس احاكي من هو دابا كيداوي لي البيزي كيف ما كتشوفوا راه داوى السيمانة اللي فاتت راه داواهم ونقص البرغوش ودابا راه كيدا شي عاود عاوتاني يداويهم. بالنسبة اللي غيقول راه الدواء خطير على الدجاجة والبيبي لا راه السيمانة اللي فاتت داوى بنفس الطريقة وكاين اللي داواها كل وحده على حده يعني انفراديه الدواء ومزيان يعني والحمد لله داك الشيء داز بخير وعلى خير. سالينا او سلاو رشان يعني راه رش دواء دجاج والبيبي رش كامل البلاصه فين تيبيت على برا وهاد لي سباس كامل رشو مزيان. كما قلت لكم البرغوت تكرفص عليه بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش عيا ما يدير في الادويه والو. وكما قلت لكم قبل نصحوا واحد السيد قال له ما ديرش غلاقه دير قرعه كامله في 15 لتر داك الشيء اللي دار السيمانه اللي فات وفانت ونقص له البرغوت نقص من الدجاج بواحد راه تخيل الدجاجه قال لك كتشوفها كامله كحله في وجهها يمكن ماشي يموت له الدجاج وهذا وتكرفص والحمد لله. يعني هذه السيمانه نقص بزاف وراه عاودوا دابا عاودوا ونتمنوا السيمانه الجايه انه ما يبقاش كاع ويتحيد. يلا الاخوان تبارك الله عليكم والسلام عليكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.